في مجتمع يضرب الكثير من القيود على النساء، تحاول ثلاث فتيات تحطيمها من أجل شق الطريق إلى أحلامهن بخطوات ثابتة كعزائمهن رغم طول الرحلة وكثرة العقبات، وعقول تقول نحن هنا قادرات على إبهاركم وكسر إطار الصورة الباهتة التي رسمتموها عنا لنضع مكانها صورة ملونة التقطناها بعيوننا التي تحب الحياة. نحن هنا رقم لا يمكن تجاهله عند كتابة التاريخ. نحن هنا ثلاث فتيات وحلم، وهناك أيضا حيث الإنسان يحضر دائما حيث يجب أن يكون. خارج هذه البيوت في مدينة تريم تكاد تكون المرأة غائبة إلا إذا كان لغرض التسوق. أما تحت سقوف هذه المحال فنادراً ما تجد امرأة عاملة، ويكاد يكون الأمر أقرب إلى المستحيل. ككثير من المناطق اليمنية، حرمت نساء هذه المديرية من الانخراط في سوق العمل، إذ حصرت الأعمال على الرجال فقط. لا يعود ذلك لكون المرأة هنا غير مؤهلة للدخول في غمار العمل، بل لقيود فرضت عليهن قسراً وخطوط حمراء رسمها المجتمع في طريق طموحهن. بلقيس وفاطمة ومريم ثلاث نساء من مدينة تريم قررن كسر قيودهن المفروضة ومحو الخطوط الحمراء من طريقهن بخطواتهن المكافحة ليدخلن باب العلم والعمل والذي ظل موصدا في وجههن. اختارت مريم التدرب في مجال التصميم، واختارت بلقيس التدرب في مجال تخطيط المشاريع، أما فاطمة فقد اختارت هوايتها الأقرب إلى قلبها المتمثلة بالتصوير. ثلاث نساء لا يعرفن بعضهن من قبل، فكل امرأة منهن من منطقة مختلفة. اجتمعنا تحت سقف هذه المؤسسة التنموية وتشكلت بينهن رابطة الاهتمامات المتقاربة. بالنسبة للتصوير أيضا تجد أغلب مجال هذا التصوير يكون خاص بالرجال، يعني ما تجد هذا المجال خاص بالحرمة أو بالحريم أو بالنساء إلا القليل فقط. يعني نحن نعمل إن شاء الله نبذل جهدنا لكي نكون لنا بصمة في مجتمعنا ونرفع مستوى الوعي لدى المجتمع بالكامل أن المرأة تستطيع أن تقوم بأي عمل. بعد أيام من التدريب الحثيث في هذه المؤسسة التنموية أصبحت فاطمة جاهزة لتخلد الذكريات العابرة في حياة الناس بواسطة عدسة كاميرتها، وصارت بلقيس قادرة على رسم الطموحات المتروكة على رفوف الأحلام بالتخطيط لتحويلها إلى واقع تلمسه الأيدي، وصارت مريم جاهزة لوضع اللمسات الإبداعية لهذه الطموحات والتسويق لها من خلال تصميم الكروت الإعلانية ودعوات الزفاف والمناسبات العامة. أصبحت النساء اليوم في مدينة تريم تحتاج كثيراً إلى التصاميم والطباعة والدعاية والإعلان بشكل عام في كثير من المناسبات، وأيضاً مراكز التحفيظ والروضات تحتاج إلى التصميم والجرافيكس، ولا توجد في مدينة تريم محلات خاصة بالنساء فقط. بالنسبة لمجتمعنا في مجال التصوير
مجتمعنا يوجد فيه مشكلة كبيرة، إنه خاصة في حفلات، في حفلات مغلقة عندنا، في صور شخصية مثلا تجد الوحدة بتسوي لها جواز سفر، بطاقة شخصية، يعني ما تقدر تحصل المصورة أو استديو خاص بالنساء، يعني خاصة في الحفلات هذه المغلقة كحفلات الروضات والزواجات والمناسبات وكذا، يعني تجد حفلات خاصة بالنساء. فلما يجي رجال يريد يصور هذا الحفل تكون في صعوبة حتى عند الحريم وعند الأطفال نفسهم. لما تكون حرمة أو بنت هذه مثلا في حفلات هذه الخاصة بالنساء أو الحريم تكون مناسبة، تكون بشكل لائق تماما. فنحن الحمد لله نطمح من زمان وإن شاء الله يتحقق هذا الحلم، أن يكون لدينا محل يختص بالتصميم والتصوير بشكل عام ويكون كادر نسائي فقط. طبعاً اجتمعنا على هذه الفكرة وكان طموحنا من قبل كبير جداً، ونطمح ونحلم أن يكون لدينا مشروع خاص بالتصميم والتصوير. هل من الممكن أن يصبح طموح هؤلاء النسوة واقعاً وأن تتحول الأحلام المحفوظة في قلوبهن لفترة طويلة إلى حقيقة تلمسها الأيدي في وقت قريب؟ سؤال قرر فريق برنامج حيث الإنسان الإجابة عنه. هنا ستتجسد أحلامهن الوردية أمام أعينهن في الوقت القريب. الآن أصبح الحلم مكتملاً تماماً كما رسمته هؤلاء النسوة في مخيلتهن، وصار بإمكانهن اليوم تذوق نكهة النجاح الذي ستصنعه أيديهن غداً. تم استلام لنا المشروع الكيبورت الناعم، طبعا شعور لا يوصف ان نحن استلمنا هذا المشروع الذي كنا نحلم به، حلم ما كنا نتوقع هذا، ان نحن نستلم مثل هذا المشروع الذي فاق الحلم. يعني كنا نحلم بامور قليله جدا واجهزه بسيطه جدا، لكن اليوم هذا الذي رايناه فاق ما كنا نتوقع. كما أوجه كلمة شكر للجنود المجهولة الذين بذلوا طاقاتهم وبذلوا جهدهم من أجلنا ومن أجل محل الكيبورت الناعم ومن أجل مجتمعنا بشكل عام، جزاهم الله عنا ألف خير. وراء هذه الستارة ستقوم فاطمة بالتقاط الصور للنساء والأطفال في منطقة تكاد تكون خالية من مشروع يوفر مثل هذه الخدمة للنساء. وعلى هذا الجهاز تقوم بلقيس بتجهيز ما التقطته عدسة فاطمة وطباعتها، بالإضافة إلى تصميم دعوات الزفاف والكروت الإعلانية للمشاريع، في حين تقوم مريم بتخطيط وإعداد دراسة جدول لبعض هذه المشاريع على الجهاز المجاور. وكخطوة أولى في طريق النجاح الطويل، سيقدمن من خلال مشروع كيبورد ناعم خدماتهن لهذا اليوم الافتتاحي مجاناً.
مريم وفاطمة وبلقيس، كفاح مشهود وحلم تحقق في تريم بحضرموت. تحية كبيرة لهؤلاء الفتيات ولكل النساء العاملات في اليمن التي يصنعن الفرصة من رحم المعاناة والتقاليد الاجتماعية المعيقة. سعيدين جدا بهذا المشروع لمريم وفاطمة وبلقيس. وأيضا هناك تعليق بسيط مني، يعني دائما نلاحظ في المشاريع التي تنتج في محافظة حضرموت أن هناك أناقة في تنفيذ هذه المشاريع، ويحسب هذا لحضرموت الحضارة والفن طبعا وأيضا في باقي المحافظات، لكن هناك لمسة خاصة ربما نشاهدها في المشاريع التي تأتينا من حضرموت، وربما أنتم لمستموها وشاهدتموها معنا في تنفيذ ديكور المحل. إذن تفاصيل المسابقة اليوم ستكون من تفاصيل هذه القصة لمريم وفاطمة وبلقيس والتي كانت معنا من تريم في حضرموت. الأرقام الممكنة والمتاحة للتواصل والمشاركة معنا موجودة معكم على الشاشة، بإمكانكم التواصل والمشاركة فيها معنا وقت البرنامج. ونبدأ باستقبال اتصالاتكم، ولدينا اتصال. ألو، ألو، السلام عليكم. ألو، ما هوش وقت الشريعة. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. من معنا؟ معك حسان طاهر النمشي. حسان، من فين يا حسان؟ أيوه، من فين يا حسان؟ محافظة حجة. حسان من محافظة حجة. يا حسان، أيوه معك. تابعت القصة؟ أيوه معك. طيب حسان، تابعت القصة. اسمعني من التليفون وطي صوت التلفزيون عشان يكون صوتي عندك واضح. أيوه أنا سمعت من التلفون، ما أسمعت من الشاشة. طيب السؤال، في أي مدينة يعيش تعيش الفتيات الثلاث؟ فين؟ فين؟ تريم. في تريم. يا حسان. أيوة في تريم. تريم. في تريم. تريم. تمام، إجابة صحيحة ومبروك لك 50,000. في مدينة تريم. طيب في تريم وصلت إجابتك، وهذا دليل أنك تأخرت الآن في الإجابة أنه الصوت شغال عندك حق التلفزيون. على العموم مبروك لك 50,000 ريال وإجابة صحيحة، مبروك لك. اتصال آخر. ألو، 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 السلام عليكم. وعليكم السلام. من معنا؟ غسان شايف علي. من؟ غسان شايف علي عبده. غسان شايف علي عبده، من فين يا غسان؟ من عدن. من عدن. شاركت معنا من قبل يا غسان؟ ايوه. في اي حلقة؟ لا شاركت انا العام. العام الماضي؟ ايوه الموسم الاول. ما شاركت هذه السنة. لا هذا هو اول. لا ما يمسك معي الخط يعني. قد مسك معك الخط من قبل؟ لا لا نمسك الخط أول مرة يمسك. طيب غسان تابعت الفيلم؟ أيوة إن شاء الله. طيب العام الماضي شاركت معنا وفزت؟ أيوة. طيب أيام ما كانت 100,000؟ أيوة فزت. أي الأفضل 100,000 ولا 50؟ والله كله تمام، 50 أفضل يعني عشان المشاركين يأخذوا أكثر. يا أخي روحك طيبة وشعورك نبيل. صحيح انه لانه كانت الجوائز العام الماضي 100,000، ثلاثه فائزين من 100,000، لكن كان هناك مقترحات انه تكون 50,000 يستفيدوا اكثر. طيب غسان سؤالي لك، واحده من بطلات القصه اسمها مريم. ايوه مريم. صحيح؟ ايوه مريم. طيب اذكر لي اسماء الثنتين الباقيات. فاطمه وبلقيس. مبروك عليك 50,000 من قناه بلقيس. الله يبارك فيك. مبروك لك. ونأجل السؤال الثاني يا شباب، أوفر لكم أسئلة. ألو، اتصال آخر. أهلا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، من معنا؟ شكيب صالح. شكيب. أخ ثاني، شكيب صالح علي. شكيب. شفيق. 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 أيوه. والله شوف انا البرنامج هذا بيعمل لي احبط نفسي ان انا اصنق. طيب يا شفيق من اي محافظه؟ ايوه من اي محافظه انت؟ محافظة إب. من محافظه اب. طيب أيوة. شفيق
تابعت الفيلم؟ اي لا تابعته. طيب مريم واحدة من الفتيات الثلاث بطلات هذه القصة لها هواية، ايش هواية مريم كانت؟ مريم كانت هواية التصميم. التصميم، مبروك عليك 50,000 ريال، تستاهل. إجابة صحيحة. شفيق؟ أيوة معك. مبروك لك 50,000. مبروك الله يبارك. طيب يا شفيق. أيوة. صوتي تأخر عندك. أنت إيش هوايتك أنت؟ إذا كانت مريم هوايتها. أيوة لأنك تسمعني من التلفزيون، وهذه الملاحظة اللي نطلبها من كل المشاهدين، اسمعوني من التلفون عشان الصوت ما يتأخرش. على العموم مبروك لك 50,000 ريال. أيوة. الله يبارك. مبروك لك. طيب اتصال آخر. ألو. ألو. ألو السلام عليكم. نعم السلام ورحمة الله. من معنا؟ علي عبد الله. علي عبد الله، من فين يا علي؟ من عدن. من عدن. يا علي سؤالي لك، بلقيس الفتاة الثانية في هذا المشروع في هذا الحلم، ما هواية بلقيس؟ هواية بلقيس كروت حق الزواج، تصميم الكروت حق الزواج. لا التصميم هواية مريم. بلقيس ايش كانت هواية؟ حق اسمها المشاريع ولا في الكمبيوتر الجدول. الجدول، جدول ايش؟ جدول الضرب. جدول المشاريع في الكمبيوتر. شوف المشاريع، المشاريع الكلمة الثانية هي كلمتين. ها؟ ايش؟ تصميم، تصميم. لا مش تصميم. ها؟ لما يكون معك خطة تقول انا ايش اعمل؟ والله ما والله انت قلت المشاريع تصميم. صحيح، المشاريع صحيح. مش تصميم. أيوة. المشاريع تا حاجة ثانية. المشاريع، المشاريع والله ما ادري هذا اللي سمعته، المشاريع في الكمبيوتر، تخطيط المشاريع او برمجة المشاريع. يعني انت بعض مثلا بعض الاحيان واحد يخطط فيقول لك فلان ايش اعمل؟ أيوة. ايش يا صمم. انت مصمم انك تجاوب غلط. تصميم. لا ها؟ ايوه نفسه تبدا بحرف التاء تاخ المشاريع. ها؟ ايوه واحد يخطط، يخطط للمشاريع ايش يسموه؟ اذا هو رجل يقول لك علي، علي يخطط للمشاريع، اذا هي بنت ايش؟ تخطط للمشاريع. تضحك. نعم تخطط للمشاريع، تخطط للمشاريع. متى الفطور في عدن؟ الساعه كم يأذن؟ الساعه 6:20. ست، شوف قد فطرت الساعة 6 والساعة 9 وعادك ثقيل شوية. والله كذا مع الأكل. والله يا علي لازم انك تقول الجملة صحيحة. شوف يقول لك علي يخطط المشاريع، بلقيس تو المشاريع ايش؟ جدول، جدول. جدول ايش؟ الله ما ادري يا اخي. قربوا قربوا لي علي اللي عندي اشرح له، قرب علي. يا علي يا علي. الله يا علي. طلع جدول، جدول المشاريع. يا علي شوف يقول لك هذه الأولى مريم هوايتها التصميم، الثانية إنه يخطط للمشاريع، إذا هو ذكر يقول لك فلان يخطط للمشاريع، بنت تو تخطط المشاريع. مبروك 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 لك، مبروك مبروك لك 50,000 ريال يا علي. اخيرا. اخيرا يا علي، مبروك لك يا علي. طيب نجري القرعة الان، نختار اول فائز معنا عن سؤال حلقة امس. كان السؤال امس كم عدد القرى التي تشرب او ايش يا شباب من بير، ايوه القريه اللي في الازارق، وكانت الاختيارات الاختيار الاول 3، الاختيار الثاني 4، الاختيار الثالث 5، الخمس قرى، يعني كم عدد القرى؟
فالإجابة الصحيحة الاختيار رقم 2 5 4 4 كرة. فاللي جاوب الاختيار الثاني دخل اليوم معنا في السحب. الآن بتابعوا معنا على الشاشة عدد الإجابات التي وصلتنا للمشاركة في البرنامج، وعدد الإجابات 46411 إجابة. الإجابات الصحيحة 29052 والإجابات الخاطئة 17359. يعني في زيادة في عدد المشاركات اليوم 46000، لكن أيضا في زيادة في عدد الإجابات الخاطئة. يعني أنا الشيء يكون عدد الإجابات الخاطئة صفر، فلذلك ركزوا في الاختيار والإجابة، وفقط رجاء أرسلوا رقم الإجابة فقط. الآن نختار الفائز الأول معنا، وقيمة جائزته 50000. مبروك لصاحب الرقم، وبسم الله. مبروك لصاحب الرقم 7778066619. مبروك لصاحب الرقم 7778066619. مبروك إذا لصاحب الرقم 50000 ريال، والفائز الأول معنا عن سؤال حلقة أمس، وبعدين سنجري القرعة ونختار ثاني. طيب اتصال، لدينا اتصال. ألو. ألو، السلام عليكم. ألو. ألو. ألو، السلام عليكم. طيب على ما يجي اتصال، مثلا في تعليق الأخت أريج على الفيسبوك تقول تشي تعرف حاجة واحدة، إذا الحين أنتم تتصلوا للمتسابق ولا هو يتصل؟ أموت وأعرف كيفك، ما ينصدموش إن لو جاوبتم عليه أموت فرحة مشيش حاجة. طيب اللي يحصل إنه في أرقام في أسفل الشاشة بإمكانكم التواصل عليها. نحن ما بنتصلش لحد، الناس بيتصلوا بأرقام محلية وبالتكلفة العادية عشان ما يكونش في أي خسارة على الناس وللمشاركة معنا في البرنامج. زكريا شافي يقول كل الفائزين من البيت. من أي بيت يا زكريا؟ صدام يقول كيف سامعي وانت صنق؟ لا والله أنا نسمع، بس بعض المتصلين هم يتكلموا بسرعة. طيب الأخ بسام يقول هناك ظاهرة دائما تعرض لها مقدمي برامج مسابقة، والمسابق يشوف من التلفزيون يتأخر الصوت، لذلك نحن نطلب أن الناس يسمعونا من التليفون عشان ما يكونش في تأخير ويكون بيننا تفاعل أكثر. لدينا اتصال. ألو. نعم من التليفون. أني أنت تسمعين من التليفون؟ أيوة أيوة من التليفون. متأكدة؟ أيوة متأكدة. من معنا؟ سمية. سمية من؟ سمية فضل. من فين يا سمية؟ من البريقة. من البريقة من عدن؟ أيوة من عدن. كيف يا أصحاب عدن؟ كيف بتعملوا؟ ليش كل معظم المشاركات من عدن؟ إيش السر يا سمية؟ الحظ يمسك معانا يمكن. الحظ؟ أيوة أيوة. وليش الحظ هذا ما يكونش مع أصحاب ذمار مثلا؟ طيب يا سمية، ها بتتابع البرنامج يوميا؟ أيوة يوميا تابع، بس اليوم للأسف طافي الكهرباء. تابعتي مشروع اليوم؟ لا ايوه شفناه من الاذاعه يعني سمعناه، اما انه مش تابعناه من التلفزيون. خلاص اهم شيء انك سمعتي، يعني عرفتي ما دام سمعتي عرفتي المعلومات. ايوه ايوه. طيب في صدى الان في الصوت، يعني التلفزيون شغال جنبك، وطي الصوت. كيف؟ في صدى في الصوت، وطي صوت التلفزيون. لا لا واطي صوت التلفزيون. طيب يا سميه، كان في واحد من المشاهدين علق على الفيسبوك قال ان شاء الله يستمر هذا المشروع في المستقبل ما دام انهن ثلاث بنات شريكات في المحل. ليش؟ هل بيختلفين البنات؟ أعيد السؤال؟ أقول لك واحد من المشاهدين على الفيسبوك يقول إن شاء الله يستمر هذا المشروع بين بلقيس وفاطمة ومريم، إن شاء الله ما يحصلش خلاف بينهن. كيف؟ بيسدين البنات أو لا؟ إن شاء الله الأمور تمام. نعم كيف بيسدوا هذون البنات؟ طيب لا 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 هذا مش السؤال، هذا بس كنت أشهدر معيك أنا بس. تمام يا سمية. إن شاء الله إن شاء الله. أنا ما سمعت الصوت واضح. صوتي واضح عندك يا سمية؟ أيوة أيوة دحين تمام. طيب سؤالي لك، الفتاة الثالثة فاطمة. أيوة فاطمة، إيش كانت هواية فاطمة؟ إيش كانت هواية فاطمة؟ أيوة. مريم هوايتها التصميم، وبلقيس هوايتها تخطيط المشاريع. فاطمة إيش هوايتها؟ فاطمة إيش هوايتها؟ التخطيط على ما أعتقد. لا التخطيط هواية بلقيس. هواية بلقيس التخطيط. أيوة. من بتسأل أنت؟ أسأل أبي عندي. الوالد. أيوة الوالد. هلا تحياتنا له. الله يحييك. طيب هو كتب الإجابة ولا كيف؟
لا هو سمع الاذاعه اصلا، اصلا الكهرباء كانت طافيه وتسمع. طيب اساليها الان، قل له فاطمه ايش كانت هوايتها؟ فاطمه ايش كانت هوايتها؟ لا التصوير مريم. لا لا التصميم مريم. والكتابه بالكيبورد. وتخطيط المشاريع بالقيس. وفاطمه هوايتها؟ فاطمه كتابه بالكيبورد على ما اعتقد. لا هوايتها؟ ما في خيارات. انت قلت الكلمه اول. ملأ التخطيط والتصوير. ايوه ايش الثانيه هذه؟ التصوير. التصوير اجابه صحيحه وخمسين الف. طيب انت ما شفتينيش وانا اشير لك بيدي الكاميرا؟ ما شفتيش؟ انا ما اشوفش، انا اتكلم من التلفون. والتلفزيون ما شفتينيش وانا اشير لك؟ لا ما شفت. ليش ما تشوفيش؟ انا ما فيش عندنا كهرباء، اتكلم من التلفون بس سمعتها بالاذاعه. انا عملت الحركه هذه، انا عملت الحركه هذه بس كنت اشي اعرف يعني انك تفرجينا ولا لا. حركت ايش؟ مبروك لك 50000 ريال تستاهلي، مبروك لك. الله يبارك فيك. مبروك لك، مبروك. ابو سالم العقلاني يقول انه خسر، هو يشتري كروت وتابعكم من العام الماضي. هو ما بتخسرش كروت الا لو حد رد عليك يعني، اما انك تتصل والتليفون مشغول ما بتخسرش. اتصال اخر. الو السلام عليكم. ايوه. من معنا؟ الو السلام عليكم. ايوه نعم. من معنا؟ من معنا؟ الو انتم على الهواء. الو معك سمية. ايوه من معي؟ معك سمية محمد. ام محمد من فين يا ام محمد؟ انا في العريس. ايوه تسمعيني واضح؟ انا في العريس. الو هل أيوة. انتم بتسمعوها واضح يا شباب؟ سميه محمد. ايوه من اي محافظه يا سميه؟ من محافظه مأرب. من محافظه مأرب. يا سميه السؤال لك، فاطمه ليش تعلمت فاطمه التصوير؟ ليش قالت انا شيء اكون مصوره؟ ليش تعلمت التصوير؟ لأن كنت أحيانا يكون للرجال ما تقدر المرأة أن تصور. يا سلام عليك، لأنه لازم يكون في خدمة خاصة بالنساء، فلذلك تعلمت التصوير علشان النساء ليش يصوروا. إجابتك صحيحة ومبروك لك 50000 ريال. مبروك لك سمية محمد من مأرب. اتصال آخر. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. من معنا؟ الو السلام عليكم. وعليكم السلام، من معنا؟ معك سعاد حيدرة. سعاد هيثم. ايوه. سعاد حيدرة. ايوه من عدن. يا سعاد يا اصحاب عدن كلكم مشاركين اليوم معنا، كيف يا سعاد؟ حظ. حظ؟ ايوه. طيب. سعاد من اي من فين في عدن؟ من ابو حربة. والله طيب من الماء. تمام حياكم الله. سعاد سؤالي لك، ايش الخدمات اللي يقدمها مشروع البنات؟ او بسالك سؤال قبل اللي... لا لحظه قبل ما الخدمات. المشروع البنات، مشروع الكيبورد الناعم، ايش الخدمات اللي يقدمها؟ يا سلام صوتي لعلع. وطي صوت التلفزيون. التصوير. التصوير زيد اذكري لي واحدة. وايش؟ التصوير. ايوه. والطباعة. تمام يكفي، والباقي بنخليه للمتصل اللي بعدك. والتصاميم. خلاص يكفي والتصامي. يكفي التصوير والطباعة وبنخلي الباقي اللي بعدك المتصل. مبروك لك إجابة صحيحة ومبروك لك 50000 سعاد حيدرة من عدن. شكرا. يلا عفوا مبروك لك خمسة.
الآن نروح للقرعة ونختار الفائز الثاني عن سؤال أمس، وأيضا 50,000 ريال لصاحب الرقم. وبسم الله، مبروك لصاحب الرقم 7-0-0-9-7-5-2-0-2. مبروك لصاحب الرقم 7-0-0-9-7-5-2-0-2. مبروك لك 50,000 ريال لأنك جاوبت بشكل صحيح واخترت الاختيار رقم 2 وأرسلت رقم الإجابة فقط رقم 2، ودخلت معنا في السحب وفزت من بين 29,052 شخص أجابوا بشكل صحيح. مبروك لك 50,000 ريال. اتصال. ألو. ألو، السلام عليكم. الله، من معنا؟ وعليكم السلام. محمد عبد الهادي. من؟ محمد عبد الهادي. محمد عبد الثابت. وعليكم السلام. من فين يا محمد؟ محمد عبد الحافظ. من فين يا محمد؟ من تعز، من المقاطرة في تعز. من المقاطرة في تعز. يا محمد. محمد عبد الحافظ. محمد عبد الحافظ من تعز. من محمد عبد الحافظ من تعز من المقاطرة. ايوه. ايش اشهر شيء في المقاطرة؟ المقاطرة تشتهر اكثر شيء بايش؟ ايش اكثر شيء مشهور في المقاطرة او تشتهر بالمقاطرة؟ ايش؟ قلعة المقاطرة. قلعة المقاطرة. طيب سؤالي لك، ما الخدمات التي يقدمها مشروع الكيبورد الناعم، مشروع البنات الثلاث فاطمة ومريم وبلقيس؟ المتصلة اللي قبل قليل معنا من عدن سعاد قالت التصوير والطباعة، ايش عاد باقي من خدمات يقدمها المركز؟ المركز يقدم خدمات؟ ايوه، يقدم التصوير والطباعة والتصميم. التصميم صحيح. ايوه، باقي شيء اخر؟ ايش؟ والتصوير. هذا التصميم. باقي شيء، الدعاية وال الدعاية والإعلان. الدعاية والإعلان. مبروك عليك 50,000 ريال. الله يبارك فيك. مبروك لك محمد عبد الحافظ من المقاطرة في تعز. كيف؟ ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من معنا؟ عبير. عبير خالد. عبير خالد. من فين يا عبير؟ أيوة، من عدن. من عدن. أنا من عدن. أنت من عدن وأنا قد توقعت من عدن. كيف أصحاب عدن يا عبير؟ يا عبير كل يعني اتصال من من اليمن كلها واتصال من عدن، كيف الخبر؟ كيف عملتم؟ والله والله نصيبنا طيب الحمد لله. الحمد لله. رزقكم انه الرقم هو 02 من عدن يعني، فممكن انتم بتطرحوا الرقم على طول بدون المفتاح صح؟ ايوه بدون المفتاح. ايوه ايوه، يعني لو ما اتصلتيش اول مره نحن نشارك معاكم. نحن نشكر قناه بلقيس، الله يحفظكم. شكرا شكرا، وهذا واجبنا يعني. الله يحفظك. شكرا. الله يحفظك. طيب تسلم عبير. عبير سؤالي لك، ايش اسم المحل؟ كان المشروع اسمه الكيبورد الناعم. يا سلام عليك، مبروك لك 50,000 ريال. الله جزاكم الله خير. الله شكرا حبك. مبروك لك 50,000 ريال. مبروك. طيب الآن نروح للقرعة ونختار الفائز الثالث معنا، وقيمة جائزته 50,000 ريال يمني، وإن شاء الله ما يكونش من عدن. طيب مبروك للفائز الثالث. الآن الكثير بيسأل يقول لك ليش معظم المشاركين من عدن؟ طبعا الرقم المحلي 02. كم يا شباب هو ظاهر على الشاشة صح؟ 02-368-583. فالمتصلين اللي يشاركوا معنا من عدن ما عاد بيطرحش المفتاح المدينة 02، فبذلك ربما بيكون العملية عنده أسرع في الاتصال والمشاركة معنا. يلا، والعاصمة المؤقتة هم النص ونحن النص. أيوة، في اتصالات من عدة محافظات من مارب. الآن بنجري السحب ونختار الفائز الثالث معنا، وقيمة جائزته 50,000 ريال وجاوب بشكل صحيح عن سؤال أمس، ومبروك للفائز صاحب الرقم. مبروك للفائز صاحب الرقم
770-212-216. مبروك إذا لصاحب الرقم 770-212-216. مبروك إذا لصاحب الرقم 50,000 ريال على إجابته بشكل صحيح، ولديكم فرصة للفوز بثلاث جوائز أيضا وقيمة كل جائزة 50,000 ريال. وسنطرح لكم سؤال حلقة اليوم في نهاية الحلقة، لكن الآن أذكركم بالأرقام الثلاثة الفائزة معنا عن سؤال أمس، والأرقام معكم على الشاشة. الأرقام الثلاثة معكم على الشاشة وهي 777-80-6619. الرقم الثاني 700-975-202. والرقم الثالث 770-212-216. هذا البرنامج برعاية مؤسسة توكل كرمان. طيب الان في تعليق، يعني انا احاول بعض الاحيان اقرا تعليقات البث المباشر على الفيسبوك. واحد بيقول انه مبرر مفتاح المدينه انه بيسهل على الناس المشاركه في البرنامج انه عذر اقبح من ذنب. يعني الارقام هي 02، فلذلك ربما بتكون هناك آلية اسرع انه ما بيحتاج تحويل الاتصال بالمحافظه الى محافظه. واحد اخر بيقول يمكن معكم واحد من عدن موظف في الكنترول. ثقوا أنه آلية الاتصال واضحة وشفافة للمشاركة معكم، لدينا رقمين للمشاركة والاتصال، وربما أنتم تصلكم أخبار ناس من أهاليكم وأصدقائكم بيشاركوا في البرنامج ويفوزوا. المشاركة في البرنامج هي مجانية، لا توجد فيها أي تكلفة، سواء السؤال اليومي أو الاتصال مباشر وقت الحلقة. الآن سنضع عليكم سؤال حلقة اليوم، بإمكانكم إرسال رقم الإجابة الصحيحة فقط على الرقم الخاص في البرنامج، والسؤال معكم على الشاشة. طيب قبل، لدينا اتصال قبل ما نروح للسؤال اليومي. تمام. الو، السلام عليكم. الو، عليكم السلام. من معي؟ ثريا حامد. ثريا، من فين يا ثريا؟ من عدن. تمام ثريا. حظ صح يا ثريا؟ ها، اقول لك حظكم حلو اصحاب عدن. ايوه. طيب ثريا، سؤالي لك يا ثريا، اللهم صلي وسلم، وخلصت الأسئلة بس أنا بحاول أجيب لك سؤال. في صلة قرابة بين الفتيات الثلاث، إيش صلة القرابة؟ ما صلة القرابة بين الثلاث فتيات؟ أيوة، اللي هي فاطمة ومريم وبلقيس. ما مكان واحد؟ أيوة، يعني حضرموت؟ هن صديقات ولا من أسرة واحدة ولا بنات عام ولا بنات خال؟ إيش؟ في علاقة بينهن أو ما فيش؟ صديقات يمكن. أو تعارفين فين؟ أيوه، كانوا بمحيط ما درسوا للتصوير تصميم وتخطيط كذا. يا سلام عليك، إجابة صحيحة. لا توجد أي قرابة بينهن، لكنهن اجتمعين في المؤسسة التنموية وجمع بينهن حيث الإنسان في هذا المشروع، لأنه يفضل في حيث الإنسان نقدم مشاريع للمجتمع، يعني مش مشاريع فردية. مبروك لك يا ثريا، إجابتك صحيحة، ومبروك لك 50,000 ريال. الله يبارك. مبروك لي ثريا. قد في ناس في بيطالبوا يقول لك خصصوا رقم للمحافظات الأخرى. خلاص اتفقنا احنا وأصحاب عدن، أصحاب عدن يتصلوا على الرقم الأرضي وباقي اليمن يتصلوا على الرقم السبافون. نتفق، خلاص هذا الاتفاق. اتصال معنا، اتصال. ألو، السلام عليكم. السلام. من معي؟ معك عبد الله مجيد. من؟ عبد الله مجيد. عبد الله مجيد، من فين يا عبد الله؟ محافظة تعز. من محافظة تعز. طيب يا عبد الله. نعم. سؤالي لك، تريم هي موجودة في أي محافظة؟ تتبع أي محافظة؟ تريم. أنا من مديرية محافظة تعز. أنت من تعز، لكن تريم من فين؟ نعم. أنت من تعز، أنا عارف أنك أنت من تعز. مديرية مقنع. تريم تتبع أي محافظة؟
حضرموت. مبروك لك 50,000 ريال. إذا بشكل سريع عشان الوقت، سؤال حلقة اليوم معكم على الشاشة. السؤال على الشاشة: ما اسم المشروع الذي حلمنا به الفتيات في تريم بحضرموت؟ الاختيارات الثلاثة هي: الاختيار الأول الكيبورد الناعم، الاختيار الثاني الأمل، الاختيار الثالث الملكة. ما اسم المشروع الذي حلمنا به الفتيات في تريم وساندهن فيه برنامج حيث الإنسان؟ هل الكيبورد الناعم أم الأمل أم الملكة؟ ونحن طبعا السؤال قد سألناه أحد المتصلين على الشاشة معكم، والإجابة سهلة وبسيطة، فقط أرسلوا رقم الإجابة 1 أو 2 أو 3. هذا البرنامج برعاية مؤسسة توكل كرمان. إذن وصلنا معكم لنهاية هذه الحلقة من برنامج حيث الإنسان، موعد يومي يتجدد ونلتقيكم فيه غدا 9:05 على شاشة بلقيس. كونوا بخير. سترى نفسك في الغير وستعرف ما تحدثه لمسة إحسان. بالخير سندرك حتما كم نحن بخير، بحكايات تأخذنا حيث هذا البرنامج برعاية مؤسسة توكل كرمان.